هنروح للحج. قال محمد عثمان رئيس بعثة الحج للتضامن الاجتماعي بأنه تقرر سفر أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية المتجهة للمدينة المنورة اعتبارا من يوم 23 أغسطس لحد آخر فوج هيكون يوم 1 سبتمبر، وهيتم تسيير 7 أفواج في الفترة من 23 ليوم 1. أشار أيضا بأن أولى أفواج رحلات الحجاج المتجهة إلى جدة ستبدأ اعتبارا من يوم 29 أغسطس وآخر الأفواج في 4 سبتمبر، وهيتم خلال الفترة تسيير 6 أفواج. أوضح بأنه سيتم تسيير الأفواج عبر المطارات الإقليمية أسوان، الأقصر، الغردقة، برج العرب، طبعا ده إلى جانب مطار القاهرة الدولي. ولفت بأنه تم تخصيص مكتب لشركة مصر للطيران بمقر الوزارة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات لكافة المحافظات وتسليم التذاكر لمديريات التضامن أيضا بكل محافظة، واللي بتتولى توزيعها على الحجاج. احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن. أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ايمن. يعني استاذ ايمن تشرح لنا التفاصيل، هل الناس بالفعل ابتدت تحصل على تذاكرها ولا لسه شويه منتظر انه يتم تسيير هذه الافواج؟ في منها هيروح على مكه وفي منها هيروح على المدينه، ادينا بعض التفاصيل. طبعا زي ما حضرتك اوضحت في الخبر، احنا ان شاء الله مقرر سفر اول حجاج يوم 23 اغسطس بإذن الله. هنبدأ احنا بننسق حاليا مع شركة مصر للطيران خلال مكتب وزارة التضامن، بحيث ان احنا نبدأ ان شاء الله من الاسبوع القادم اصدار تذاكر الطيران وفقا لجدول تفويج الطيران، يعني حسب ميعاد سفر كل محافظة، وبالتالي هيتم اصدار التذاكر حسب مواعيد السفر. احنا عندنا بدايتنا يوم 23 اغسطس حتى يوم 4 سبتمبر ان شاء الله، ففي جدول لكل محافظة بالموعد وبننسق مع مديريات التضامن الاجتماعي بحيث ان احنا التذاكر اللي بتم طباعتها بنسلمها مع جوازات السفر، وبتتولى هي تسليمها للحجاج في مقر كل ديوان مديريه التضامن الاجتماعي. طب اسال حضرتك، هل حد عند حضرتك فكره ايضا حجاج او بعثه الحج للتضامن الاجتماعي مطلوب منهم الورقه اللي كانت مطلوبه جديدا وهي متعلقه ب يعني سجلهم وفيش وتشبيه؟ الفيش والتشبيه هل ايضا مطلوبه منهم؟ تمام مظبوط، هي مطلوبه من جميع حجاج جمهوريه مصر العربيه. الفيش الجنائي دي بناء على تعليمات اللي صادره من وزاره الداخليه بضروره اصدار صحيفه الحاله الجنائيه وميكان لكل. طيب حضرتك عارف بقى ان في اكيد مشكله في اصدار هذه الصحيفه لانه في طبعا يعني تكدس كبير قوي والناس بتجري عشان تعملها، هل في طريقه جديده؟ وكانوا كمان حاطين يوم نهائي للحصول على هذه الورقه ضمن اوراق الحجه، هل في طريقه جديده استحدثتموها للتيسير والتسهيل على الحجاج؟ هو بالفعل احنا يعني نسقنا مع وزاره الداخليه وتم مد المهله حتى يوم الخميس القادم 11 اغسطس، لان كانت المهله المفروض تنتهي يوم 3 اغسطس، فتم مدها حتى 11 اغسطس بحيث ان التكدس اللي حصل في اسامي الشرطه نتيجه طبعا الجميع مطلوب منه اصدار صحيفه الحاله الجنائيه، فبالتالي مدينا المهله، ولو حصلت اي مشكله في المهله برضه هنرجع نراجع تاني وزاره الداخليه. استاذ ايمن احنا كنا سامعين ان في اقتراح ان هم يعملوا مكتب جوه المطار كمان يعني للحصول على هذه الصحيفه، انه الداخليه بالتنسيق مع المسؤولين عن الحج يقوموا بده داخل المطار. لا يا فندم، هو المسار الطبيعي اللي احنا شغالين عليه حاليا، وده وفقا للتعليمات صدر وزاره الداخليه، ان ده هيتم في جميع اقسام الشرطه اللي فيها الفيش المميكن، وبالتالي احنا عندنا حوالي يعني ما يقرب من 80% من حجاجنا تم الانتهاء من اصدار الفيش الجنائي وتسليمها لوزاره الداخليه، وان شاء الله مقرر خلال اليومين الثلاثه اللي جايين ان شاء الله ننتهي من كافه الاجراءات بحيث ان احنا وفقا للتعليمات اللي صدرت من وزاره الداخليه شرط اساسي ضمانا لوجود بكافه البيانات الخاصه بالحجاج تبقى موجوده مع البعثه الرسميه ان شاء الله. انا بشكرك استاذ ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسه القوميه لتيسير اعمال الحج والعمره بوزاره التضامن.